حبت الرسمة من صغرها، علمت نفسها بنفسها عن طريق اليوتيوب، ولما وصلت للثانوية العامة قررت تخليه هو دراستها. لما ما قدرتش تدخل فنون جميلة ما زعلتش، بالعكس قررت تعوض بكلية تانية عنها ودخلت تربية فنية. احترفت الرسم رغم انه كفن قل الاقبال عليه، وقدرت تثبت نفسها من اول سنة في الكلية، بيكون ليها العملاء بتوعها عن طريق الفيسبوك. قولي بقى يا مرام، انت اكتشفتي موهبتك امتى؟ كنت في ثانيه ابتدائي صغيره جدا، فكانت في مدرسه داخله عليها احتياطي، يعني حصه احتياطي، جابت لي صور نتفرج عليها وكده، فطبعا كنت عايزه الصور عجبتني كنت عايزه اخدها، ما ينفعش فحاولت ان احفظ على قد ما اقدر، ولما اروح تحفظيها في دماغك تحفظي شكلها، يعني احفظ يعني الاساس، المكونات الاساسيه بتاعتها، الشكل اللي هو العام بتاعها، كانت صور طبيعيه وصور ناس وبورتريه والحاجات دي كلها. فروحت بقى رسمتها، بس ايه طبعا ما جاتش كوبي ولا بيرفكت، بس ايه عجبتني، يعني شفتها زي ما اي زي في دماغي، فكانت دي بصراحه اول حاجه رسمتها في حياتي. وكده انت خلاص حبيتي بقى ان كملت كنت بعد كده بقى تدريب اشوف اي حاجه بقى صور ان انا انقلها، ان انا ماخدهاش حتى لو الصور عندي في البيت، كنت انقل دايما، احب انقل اشوف حاجه وانقلها بايدي. كان الموضوع حتى يعني ممتع اكتر ان انا بعمل حاجه بايدي، وان انا بعملها بطريقتي زي ما انا عايزه. ليكي شخصيه حتى بالزبط. في بس انت كنت صورك تفهم الكلام ده؟ لا انا ما كنتش فاهمه طبعا، بس انا كنت حابه ان انا انقل اشوف صور وانقلها، ما كنتش لسه مستوعبه الموضوع قوي بقى. زي دلوقتي. طب ايه موقف بقى اهلك لما عرفوا ان انت بتعرفي ترسمي، او ان انت عندك موهبه الرسم، او شافوكي وانت صغيره كده وبتعملي؟ لا هو عجبهم الموضوع، وهم اكتر الناس دعموني الصراحه، حتى كان بابا بقى يشتري النتيجه زي مثلا كل سنه جديده يشتري النتيجه يبقى فيها رسومات عشان انقلها. يعني كان دايما اشتري قبل كده نتيجه فيها رسم طرد طبيعي، نقلتها بالالوان الخشب وطلعت كوبي بقى ساعتها. كان بيساعدوكي بقى بيجيبولك الخامات وكده؟ الخامات والادوات. طب انت بقى من وانت صغيره ما روحتيش بقى مكان تدربي فيه حاجه تنمي بيه الموهبه؟ لا ما جاش في بالي كده خالص، كنت دايما بحب ابدا يعني اشتغل مع نفسي، ان انا ادرب بنفسي. بس لحد بقى ما ظهر استوعبت شويه ظهر موضوع اليوتيوب، بدات بقى ان انا اقدر نفسي اشوف فيديوهات الاجانب، فيديوهات الاجانب على رسم كتير قوي، فبحب ان انا اقتبس منه اشوف حتى الافكار الجديده اللي عنده. بس وانت من صغيره كده كان حلمك ان انت تخشي تربيه فنيه؟ لا خالص ما جاش في بالي ان انا اخش، انا كان بالي ان انا بس ابقى رسامه معروفه، يعني ده كان يعني حلم. كان يبقى ده اللي هو عملك او ده شغلك، ولا انت كنت عايز دي هوايه وانت تشتغلي كده بعد الدراسه؟ لا ده كان يبقى شغل. ساعتها ما جاش في بالي الكليه، ما كانش بقى، كان في بالي ان انا اكمل وابقى رسامه معروفه، ان انا اكمل وانا اتعرف من خلال شغلي. وانت كده حققتي دوت لما دخلتي الكليه؟ طيب كلميني بقى شويه عن البيزنس في الموضوع ده، يعني انت لسه طالبه، انت في سنه كام؟ انا دلوقتي يعتبر خمسه، اخر سنه. اخر سنه انا معاكي. طيب انت قرار ان انت تخلي بقى الموضوع ده كبزنس وان انت تشتغلي في الحاجات دي خدتيه امتى؟ بعد الكليه حوالي سنتين، يعني يعتبر من تانية كليه، لما لقيت بقى الموضوع بقى جد وعملت لوح يعني مميزه، يعني يعتبر حاجه جديده وستايل جديد، لما دخلت الكليه طبعا استوعبت كتير حاجات، فقلت بقى لازم ان انا اسوق نفسي واعمل نفسي بيج والكلام ده، واسوق نفسي على السوشيال ميديا، كان كله لوحدي، يعني فكرتي كل حاجه لوحدي انا عملتها.
اشرحي لي بقى اللوحه دي انت عاملاها ازاي والفكره جات لك منين وايه الكولاج؟ يعني في حاجات انا اول مره اسمعها. الكولاج هو يعني مش معروف قوي وقليل اللي بيشتغلوا، حتى في يعني اللي يخافوا حتى ان هم يشتغلوا لانه صعب. بيبقى تركيب خامات مع الرسم، بتركبي خامات سواء قماش ورق الجرايد نفسه. ده يعني فكره جديده في الرسم، فقليل قوي بصراحه اللي بيشتغلوا. الفكره جات لي بالصدفه، يعني كان الدكتور بتاعنا كان الميزه بيسيبوا لنا الموضوع مفتوح، لا هاتوا الفكره اللي انتوا عايزينها، احنا مش بنحدد يعني في الرسم الفاشل. بيبقى المطلوب الطلب وانتوا بقى تعملوا انتوا عايزينها. مطلوب كولاج، الموضوع عن كولاج بس الفكره ايه؟ مضمون اللوحه ايه؟ ده بتاعكم انتوا. كنت نازله شارع المعز انا رايحه اشتري نحاس، فلقيت النحاسين اللي هم زي يعني المكان دي لقيت بقى قاعدين وبيعملوا نفس الطريقه دي والكلام ده. فطبعا انا ماليش ما بعرفش اصور قوي، وصعب ان انا اصور وبعد كده اطبعها واعملها، فقلت هبقى اجيب الصوره من على النت. يعني دي اصلا صوره من على النت؟ دي صوره من على النت بس الفكره جات لي وانا هناك ان انا اعمل عنهم. فهمت. يعني ورش النحاسين دي برضو حاجه مميزه جدا، في ناس مستقلين بيها ان ده واحد نحاس بيعمل شغل نحاس وبيبيع وخلاص، لكن لما تتعمل في لوحه او بشكل كبير هيبقى الموضوع مختلف تماما، هيبصوها بشكل احسن وهيعرفوا ان دي برضو فن. يعني مش سهل برضو ان شغل النحاسين اللي هم يسيحوا النحاس ويعملوه ويشكلوه. الموضوع فعلا متعب، فحبيت ان انا اعمله ادخله في الفن يظهر بشكل اجمل. بس طب وايه استخدمتي ايه طيب؟ يعني استخدمت ورق نعتي جبته ولزقته بقطعه، اللي هو الورق العادي. ورق العادي كانك طابعه صوره عاديه صبته. قطعته بعد كده بقى لزقته. عايزه ازاي بقى ان انا اشكل، يعني اعمل ايه؟ عمق، اعمل مثلا حاجه مسطحه يبقى اللوحه فيها عمق، فيها مش تبقى مش مسطحه دي، يبقى فيها شغل من جوه وشغل من بره بعيد وقريب. حاولت بقى ان انا اشكل، بعد كده دخلت معاه ورق الذهب. ورق الذهب يعني ده قريب طبعا من النحاس، هيدي شغل معاه اكتر. يعني ده مش الوان؟ لا دي الوان لكن ده ورق ذهب. دخلتها مع النحاس كانه يعتبر نحاس، حطيته مع الصور، كملت بالصور. قولي لي بقى ايه المكان اللي انت بتنفذي فيه شغلك؟ كنت بنفذ في بيتي وهنا، بس اكتر في بيتي، يعني كنت شغل دراسه كده كنت بعمل في بيتي اكتر، يعني ما عنديش مكان محدد. بس يعني مش واخده انت مكان مستقل بيكي؟ لا لسه بقى موضوع المرسم ده، لا لسه بقى شويه. طيب قولي لي انت طبعا عامله فيديو بيجي لك عليها ناس وكده، ايه الحاجات اللي بتبقى مطلوبه ان هي تتعمل، مطلوبه منك باستمرار؟ ان هي البورتريه، ان هي الناس تحب تترسم، بالذات الناس البنات اللي في سننا كانوا يحبوا قوي ان هم يترسموا. دي اكتر حاجه بتطلب منها، ان انت حد يجيلك او يقول لك عايزه ترسم او يديها هديه لحد. يعني تقريبا الفتره الاخيره بقى الموضوع ده بقى يتعمل كهديه. تبقى حاجه مختلفه. بقى الموضوع كده. طيب والحاجات اللي هي الرسومات اللي بتتعلق في البيوت والحاجات دي غير البني ادمين؟ الديكورات. لا ده برده بيتم اكتر، بيطلبوها برده العرايس لما يكون شقتهم لسه جديده، وفي برده بيبقى ستات كبار بيبقوا عايزين يجددوا شغل يعني التبلوهات القديمه زي بتاعت زمان، طبعا بتبقى مش رسم، حاجه جاهزه. فعايزين بقى حاجه رسومات جديده، فكانوا ده برده بيطلب مني، بس البورتريهات كان اكتر كتير، اللي هم الاشخاص الشباب كان كتير قوي بيشتغلوا. طيب انا بس عايزه اقول لك على حاجه، بما ان الفتره الاخيره حكايه ان يبقى في رسام وبيرسم بايده وبيسوق نفسه، الموضوع دوت تقريبا يعني ممكن ظهر برده بشكل بسيط الفتره الاخيره، يعني قعد فتره تقريبا ما كناش، يعني انا دلوقتي ممكن ببقى ماشيه بلاقي حد قاعد مثلا في مكان وبيرسم في الشارع، يجي حد يقول له انا عايز كذا يعمل له، او قليل كبزنس. طب انت يعني انت كنت طبعا قبل ما تخشي الكليه شفتي الموضوع دوت وخدتي بالك ان انت ممكن بعد ما تخلصي ما تعرفيش ان انت تعملي اللي انت عايزاه؟ لا مش كده، وانا عشان بس حابه الموضوع قلت ان هكمل فيه بزنس، لان دي اكتر حاجه انا شاطره فيها وعارفه هبقى يعني هفكر ان انا هتعامل معاها ازاي، سواء بزنس او هوايه. فدي كملت في الاثنين وقلت هشتغل بزنس فيها برضه. بس تعبي؟ اه
طب بتعملي ايه علشان مثلا تثبتي لحد جاي لك طبعا كل شغلك على النت؟ ان انت طبيعي انا رايحه يعني بطلب من حد يرسل لي حاجه فبحب ان انا اتاكد طب هل ده شاطر طب هل هيطلع لي الحاجه اللي انا عايزها بالظبط. هو ده كان زمان يعني كان زمان ان كل واحد هيحب يشوف حاجه قدام عينيه زي ما بتشتري حاجه بتنزلي تشوفيها قدام عينيك. لكن دلوقتي لا يعني كان في ثقه شويه يشوفوا لا احنا عايزين نشوف الصوره على النت تبعتها لنا ناس رسمتيها قبل كده ببعتها لهم خلاص بقى تمام. طب بتسلمي بقى شغلك ازاي؟ بسلم انا بسلمه بنفسي الصراحه ما ببعتش حد اسلم بحب اسلم كل حاجه بنفسي يعني بسلم اقرب مترو بروح بسلمها ولو في مثلا لو حد من محافظه تانية بيبقى شغل انت كمان شغاله محافظه شغاله محافظه ومره بعت الدوله العربيه ان شاء الله. طب انتوا ليه ما فكرتيش مثلا انت وزمانك ان انتوا تعملوا جروب يبقى حاجه بينكم انتوا كلكم يعني لو مثلا جايكم شغل كتير او حاجه زي مثلا بتقولي الديكورات اكيد في شركات وفنادق بيحبوا ان هم يعملوا كده في الغرف او في الريسبشن بتاعهم انتوا ليه ما عملتوش كده؟ الموضوع للاسف ان كل واحد ماشي في مجال غير التاني يعني ستايلنا مش واحد تفكيرنا مش واحد يعني مش كلنا هقول نفس المستوى فكان صعب قوي كان كله يحب يسوق بنفسه يعني كان مثلا اغلب اصحابي يحبوا شغل الفخار وده كان من ضمن تعلمه في الكليه برضو ان احنا بنتعلم الفخار فده كان اغلبه كان يسوق نفسهم في المجال ده. انا دي اكتر حاجه ما بحبهاش الصراحه شغل الفخار احب ان انا اشوف اتفرج لكن ما احبش ان انا اشتغل يعني ماليش يعني ان انا اشتغل احب الرسم يعني رسم مجال الرسم عموما. طب انت واخده بقى ستايل ايه في شغلك؟ لا انا ما بحبش ستايل معين انا بحب اجدد يعني بحب كل حاجه متنوعه احب اجرب حاجه جديده يعني اول حاجه جربتها طبعا رسم الرصاص ده رسم عادي بعد كده بدات بخامات جديده عرفت في حاجه اسمها فحم في الوان خشب بدات كل حاجه الاكريليك الالوان كل بقى بحب اجدد ما بحبش اثبت على حاجه معينه. اشرحي لي بقى ايه الفكره دي وانت عملتيها ازاي؟ دي في ماده النسيج الدكتور قالت احنا عايزين نعمل اقتباس عن لوحات الفنانه زينب السجان طبعا دي معروفه يعني فنانه قديره يعني كبيره فقلنا ناخد لوحه من لوحاتها ونعملها بالخيط الصوف نرسمها. الموضوع كان صعب بالنسبه لي لان كنت اول مره اتعامل مع الخيط اصلا انا دايما شغاله مع رسم فالدكتور قالت لي اتخيلي كانك بترسمي ماسكه الفرشه وبترسمي يعني نفس الموضوع بالظبط هنمشي زي البحر بالظبط فانا بقى مسكت الخيط ويعني شديت ده نول وشديت الخيط عليه ورسمته بالخيط وكل حاجه فيه تبقى مجسمه. هي ده انت كان ده فكرك ولا هي الدكتور طلب منك كده؟ لا ده كان فكر الدكتور ان احنا نجسم ما باين زي الشعر لان هي اصلا لوحه مسطحه عاديه واقعيه احنا عايزينها مجسمه وبشكل جديد بس. فبعد كده بقى وفكره العروسه دي اشتركتها معايا ماما بصراحه حبيت قلت لها كنت عايزه اعمل عروسه مجسمه فجابت قماش عادي خفيف ودخلت جوه القطن وخيطتها وخليناها زي طبيعيه كاني عروسه طفله فعلا مش حاجه كده بس وركبت لها رموش عشان يبان ان هي فعلا نايمه وان هي سانده على السور وماسكه عروسه ونايمه يعني كل حاجه فيها تجسيد مجسدين حتى انت بس الحاجات اللي هي الطبقه اللي تحت حتى شخصيتها ان هي نايمه وماسكه راسها ان هي طفله بريئه كمان وكمان نايمه عند سور يعني حتى مش نايمه في سرير مش نايمه في حاجه. والاحلى كمان ان احنا دي اول لوحه اشتريت بيها في معرض في الكليه ان انا عملت معرض في الكليه واشتركت بيها وجات لنا الدكتور وشافت اللوح كلها وانبسطت جدا الصراحه يعني دي كانت اهم حاجه ان هي جت المعرض وشافت اللوح بتاعتها بشكل كبير. طيب كلميني بس عن فكره المعرض اللي بتعمله الكليه ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى مجهزين قاعه هي قاعه واحده في الكليه كلها اي حد بيبقى مع الدكتور عاملين شغل يعني جامد وشغل لوح كتير الدكتور ده بقى بيودوا بيقول اجروا المكان اللوحه والقاعه واشتركوا وبيبقى المعرض لمده اسبوع. يعني ممكن حد من بره يجي يتفرج وياخد له طبعا ممكن من بره يعني بيبقى اليوم ده بيبقى الافتتاح اول يوم بيبقى كده بيكمل اسبوع بس اليوم الافتتاح ده بيبقى اهم يوم الكل بيجي من بره اهالي مش شرط من الكليه بس كل الدكاتره حتى زمان الدكتور اللي بتبقى صاحبه المعرض يجوا يشوفوا ده بيبقى تحدي كمان تحدي مننا وتحدي من الدكتور نفسه فالموضوع بيبقى مهم جدا يعني دي حاجه كويسه جدا في الكليه. طب هي اللوح بتتباع يعني ولا ايه؟ بتتباع يعني ده المعرض ده فيه يعتبر نص اللوح بتاعته اتباعت